قطاعي الفلاحة، حيث تشهد مادة البطاطا ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق الوطنية، وهذا نتيجة عوامل عديدة حسب تجاري الجملة، نكتشفها مع ليليا داود. في معادلة غريبة، يشهد سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا ارتفاعا غير مسبوق، فعبر جولة خاطفة قادتنا إلى أسواق الجملة لبيع الخضر والفواكه، وجدنا سعر الواحد كيلوغرام بستين دينار جزائري. نشروها 6000 ونبيعوها 7000، لخاطر نحو منها رقيقة، الفلاح ما يعطيناش على حبة. شوفي من تحت وش يدير، يدير رقيقة، يدير الزرقة، يدير التراب، يدير كلش، لخاطر الرقابة لهنايا ما كاش. الكونترول ما كاش، نورمالمون السلعة هادي يديروها وحدها، وهادي يديروها وحدها، هادي بسومة وهادي بسومة. دوك هادي ما يمكن نبيعوها حنايا 7000، ما نخرجوش فيها. سوء الأحوال الجوية وتكاليف النقل ساهمت بشكل كبير في ارتفاع سعر مادة البطاطا، ارتفاع وصفه الباعة بالمؤقت. يومين وين هنايا؟ يومين هاك تشوف. كان مبيع 400 صندوق، يبيع 28 صندوق. ما كانش مشتري، درت حتى طلعت 5000 6000. على حسب الشتاء قبلها كان ندير 3000، كنا نسرجيو احنا نسرجيو 24 25، تبيعها ب 3000 5، ما زادتش. كي زادت هذه المره هذه زادت ثاني البري تاعها. كنا نسرجيوها 25 هكذا، شحال كانت تولى هنا؟ في الزاله 28 كاين نهار تنبيعها 25، ودوك طلعت نقصت. عودة كابوس ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية في السوق المحلية يطرح أكثر من تساؤل حول السياسات المنتهجة من قبل الحكومة التي تضغط على الفلاحين من أجل التصدير، في حين أنها لا تتحكم في الأسعار.